قد قررنا أيها الأخوة من موقعنا الوزاري، من موقعنا الحكومي، ونحن نجتمع كقيادات سياسية كل أسبوع أن ندفع بالفكر الحداثي. وفوجئنا أن البعض وصفه بأوصاف مهينة لأنه لم يفهم الحداثية. إذا كانت الحداثية هي الحرية والديمقراطية والتعددية إلى غير ذلك، فالحداثة كذلك هي الشغل، والحداثة هي الكرامة، والحداثة هي المرأة تذهب إلى البنت تذهب إلى المدرسة، وعدم زواج القاصر، وإعطاء حقوق للمرأة المطلقة، وإعطاء حقوق للمرأة المتزوجة، ومنح للشباب دورهم. هذه الحداثة، ليس هناك شيء آخر. وصفه الكثيرون بأن خروج عن طريق الدين، نحن أقرب إلى الله من الآخرين، أرادوها أم لم يريدوها. لذلك فليتأكدوا، نحن مستعدون للصراع، نحن مستعدون للصراع مع الآخرين، مستعدون للعمل مع حلفائنا وأصدقائنا في الحكومة، ولن يخلقوا مشكلة بيننا وبين أصدقائنا وحلفائنا في الحكومة، لأننا نفتح الحوار يوميا، لأننا نتحدث يوميا، لأننا نتبادل الآراء يوميا. أما أعداءنا أو أولئك الذين يتكلمون في الهواتف فإنهم يجلسون في المقاهي ويكتبون، يجلسون في المقاهي وينشرون. والذي يتحمل المسؤولية للحكومة في مصير أمة بكاملها من موقع قطاعه ليس له الوقت ليقرأ الهواتف ولا يقرأ ما يكتب، لأن وقت العمل يأخذه كله. لذلك سيظلون على هامش التاريخ وسيبقوا على هامش التاريخ. أما نحن في حزب المؤصلة والمعاصرة سنصنع التاريخ وسنقود التاريخ.